مساء الخير وتضرب منك إلو بمصايب الأسبوع. استقال الرئيس مئاتي من رئاسة الحكومة ونحن عم نصور الحلقة بلا ما يخبرنا. الحلقة كلها بطل إلها معنى لأنه عاملينا بالأساس ضد الحكومة. بس خلينا نتخيل إنه الحكومة بعدها موجودة. فعلها نجيب ميقاتي واستقال معلنا بذلك انتهاء عمر هذه الحكومة بعد سنتين. أما اليوم فأني أعلن استقالة الحكومة. انحلت قضية سلسلة الرتب والرواتب وانحلت روح حنا غريب معهم، وأحال مجلس الوزراء الملف لمجلس النواب وخصم 10% قد منه كحتي. أحالت الحكومة سلسلة الرتب والرواتب على المجلس النيابي مرفقة بسلسلة أخرى هي للضرائب التي يفترض أن توفر مصادر التمويل. الرئيس سليمان بأفريقيا، أوباما بإسرائيل، ساركوزي عم يتحاكم، والأسد عم يقصدر بلح راس بدمشق. المحطة الأولى في جولة الرئيس ميشيل سليمان الأفريقية هي السنغال. عن التزام أمريكا تجاه أمن إسرائيل. After the investigating judge told him he was being formally investigated for accepting illegal campaign funds in 2007. فاجأ السيد الرئيس بشار الأسد ظهر اليوم أهالي التلاميذ الذين استشهدوا بسبب الأعمال الإرهابية. الدولة اللبنانية صار في أكثر من 9 مليون دولار على السفر، فتفاديا للصرف الزيادة أصدرت الدولة قرار بعدم تغطية كلفة الميني بار من اليوم ورايح. خلاص بقى اجى الجراد على لبنان تلبية لدعوة وزارة السياحة، بس ما عجبه كتير جو فرجع على بيته بشعرات سعيد عقل. الجراد وصل إلى لبنان بأعداد ضئيلة وفي مناطق لبنانية مختلفة. خطة التكريس الطائفية مستمرة بالجامعات اللبنانية، ومرسلنا عباس جعفر بيساهم بتكريسها أكثر. ما حدا يقرب، ما حدا يقرب. شوفي مكتوبها شو لمينها. ابو طلال بيتعلم طبخة جديدة ومقومات جديدة جنسية. جراد بيتاكل الوفيدي بالسكس. أكيد نشرة الرياح التي تجري بما لا تشتهي السفن مع بوسي مولع. تعرف تقدم نشرة أحلى مني؟ أنا الشاكي وأنا الباكي وهيدي نشرة الشي أنا. مساء الخير. ما بعرف قدي مساء الخير، إنه وين الخير؟ طائفية، ضرب رجال دين، فساد، شعب فقير، سرقات، خطف، قتل بطرابلس، جراد، يعني بعد شوي حتشت الضفادع ويطلع هجوج ومجوج. من هجوج ومجوج هون هلا عندهم بروجرام عم بيقدموه على الاو تي في. سوري بس ما فيك تقول هيك. قبل ما نبلش بنحب نذكر الناس بيوم الارض، اليوم اللي كل المدن بالعالم بيطفوا الكهرباء لساعه واحده، وبهذه الطريقه بيكونوا ساهموا باكبر لعبه غميضه بين الكواكب. هذه الخطه هي بمثابه حمله لدعم البيئه، وبلشت بسنه 1990 بكل اخر شهر من اذار، ومن وقتها لهلا انقرضت 7 انواع حيوانات، وزادت نسبه حراره الارض، واكيد انخفضت نسبه الاي كيو عند معظم الشعوب. I love the mountains. I love cherry pie. I love pianos. I really love to fly. We love the whole world and all its sights and sounds. Boom di yada, boom di yada, boom di yada, boom di yada. We love the ocean. Hey guys, it's Sena. This Earth Day, be sure to take time out of your day to help our one and only planet. We love the whole world. It's such a brilliant place. Boom de yada, 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 boom de yada. هذا الزلمة مش خيو لحنا غريب، هو عن جد بيشبهه بالشكل، بس هذا الزلمة من الأورغواي. هذا الزلمة يلي راكب فولكس فاجن موديل 1900 وخشبة اسمه خوسيه موخيكا، وهو رئيس الأورغواي. موخيكا معاشه مثل معاش الرئيس اللبناني، بيوصل لحوالي 12000 دولار، يعني بشهر واحد في يشتري سيارة فخمة ويركبها، بس هو بيتبرع بأكثر من 80% من معاشه للفقراء، يعني بيبقى له 1250 دولار، مثل النايب سعد الحريري تماما يلي تبرع بمعاشه لعقاب صقر. لما يكون ببلدنا في نسبة بطالة توصل ل 30% والحد الأدنى للأجور أقل من الحد الأدنى لأي شيء بالدنيا، ما فيهم يضلوا مسؤولين عم بيكزروا بالطيارات ويكلفوا الدولة ملايين الدولارات. بالست سنوات الماضية صرفت الدولة أكثر من 9 ملايين دولار على السفرات. ببلد طبيعي ما بيسافر رئيس جمهورية لما البلد مشلول.
شوف يا مان، ما كل المسؤولين بالدول عندهم بيدجي كرمال يقدروا يسافروا يعني. مزبوط فوفي، بس رح تغيروا رأيكم لما تعرفوا انه الدولة اللبنانية حتى ميزانية الصناعة اقل من ميزانية السفر، وحتى ميزانية الابحاث العلمية اقل من ميزانية السفر، واقل من ميزانية الرياضة. ملايين الدولارات تنصرف بلا نق على السفر، وبس تينقال سلسلة الرتب والرواتب بتقوم لقيامة. الحوت الازرق معروف انه اكبر حيوان على وجه الارض، بس هل حوت الميل هو اكبر حيوان على وجه الارض؟ حيتان المال، هيدي الصفة يلي أطلقت على الهيئات الاقتصادية من قبل رئيس هيئة التنسيق النقبية حنا غريب. لن نقبل أن نتراجع عنها قيد إنملا بوجه طغيان المال وحيتان المال. يلي عفوا بطل غريب على حدا لدرجة صار الأهل فين يقول لأولادهم أنه مامي معلش فيك تاخدي السوسات من هذا الزلمة حتى لو أنه هو غريب. غريب ما تاخد منه سيسات منه غريب خلاص. المعركة بين حنا غريب والهيئات الاقتصادية بلشت ب 19 شباط. هلا بلشت المعركة. هذا القصر الحكومي هذا اللي هون، هذا لازم يكون قصر للشعب، مش قصر للتجار، مش قصر للهيئات الاقتصادية اللي بتشتغل بكل شيء إلا بالاقتصاد. آن الأوان لهالشعب اللبناني مش بس لمعلمين وموظفين ينطفي. من وقتها ولغيت اخر اطلالة لإله حنا غريب صار قاصص شعره مرتين. اوه نعيما. وهيك صار حنا غريبنا بيشبع. المناضل النقابي البولندي اللي اصبح فيما بعد رئيس لجمهورية بولندا. فياريت حنا غريب بيصير رئيس جمهورية. على كل حنا غريب وهيئة التنسيق من جهة واضحين ومطالب واضحة، ولكن من هي الجهة الثانية بالصراع؟ وهل فعلا هن حيتان ميل مثل ما وصف حنا غريب، او انه هن مجرد هيك دلافين كتكوتين مهضومين؟ طبعا على رأس المهاجمين من قبل هيئة التنسيق الرئيس مئاتي، يلي اذا منضيف خيو سيد طه مئاتي بتصير ثروتهم بتناهز 3.5 مليار دولار، يعني مش حوت واحد، حوتان ميل. نجيب ميقاتي بثروة قدرت بثلاثة ونصف مليار دولار. يمكن كتار ما بيعرفوا انه الهيئات الاقتصادية بلبنان هي تجمع اقتصادي غير سياسي ولا تتوخى الربح. إذن كيف ممكن تكون من حيتين المال؟ اولا رئيس الهيئات الاقتصادية البريزيدون عدنان قصار صاحب كونسا بنك اللي هدفه دايما الربح، اكيد انه بنك يعني صحيح بنك كبير. الهيئات مكونة أيضا من جمعية مصارف لبنان يلي بترأسها الدكتور جوزيف طرابي مؤسس ورئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد اللبناني، يعني كمان فينا نقول بيوصل لمرتبة قرش مال. كمان ضمن الهيئات الاقتصادية جمعية تجار بيروت برأسها نقولة إلي شماس يلي تنكون عادلين مقارنة بحيتان المال اللي ذكرناهم هو أقرب للكريزي كريسبي. بعدين بالنهاية هالحملات على التجار والصناعيين والمصرفيين ما هول اللي عم يخلقوا فرص العمل. بمقابلة تلفزيونية مؤخرا وضع الوزير السابق شرب النحاس ايده على الجرح. المشكل مع الوزير برأيك وين؟ برئيس نجيب ميقاتي؟ المشكل وين؟ ايه. المشكل عم قلت طبعا برئيس بنجيب ميقاتي. طبعا اذا بعده رئيس ما في يخرق الدستور للرئيس ووزارة، هي مش هيك الدنيا بتصير. نظامنا الاقتصادي نظام فاشل وبده تدمير إعادة بناء عن جديد، الأمر يلي طبعاً أثار غضب الأغنياء يلي حالياً ببلد مثل لبنان بيدفعوا ضرائب مثلهم مثل الفقراء. لأنه بدنا ننطلق من شغلة واقعية، هذا النموذج الاقتصادي والاقتصاد السياسي يلي حاطط إيده على البلد مدمر. ومن بعد جهد جهيد أحيلت السلسلة لمجلس النواب. ووهو يس. حطت السلسلة رحالها على مجلس الوزراء. 19 ضريبة جديدة أو تعديلاً على الضرائب السابقة يناقشها الخبير الاقتصادي عدنان الحج لتحديد إن كانت تطاول ذوي الدخل المحدود أو الميسورين مادياً. ما في ضريبة ما بزيد العبء على الناس، ما حنسمح للحكومة تمول السلسلة من ذوي الدخل المحدود. بس لازم الكل يعرف أنه هيك بتكون الثورة المدنية للمطالبة بأبسط حقوق. وتحية لحنا غريب، وفي بعض الأساتذة زعلوا منا من فترة لأنه انتقدنا أنه مش كل المعلمين بيستاهلوا، لأنه نحن وهن بيعرفوا الحقيقة المرة عن التوظيفات العشوائية وعن تدني مستوى بعض المعلمين. تعال يا فلان خد لك ساعتين بيسجلوا على حسابك، وتعال يا فلانتين بيسجلوا خد لك ثلاث ساعات، وبيطلع بالآخر بالنتيجة أنه في عنا أعداد كبيرة من المتعاقدين ما
بس محطوطين لزيادة النفوذ. بريك صغير بعد الإعلان. مراسلنا عبد الرحيم بمخيمات اللاجئين السوريين بعين الحلوة عم يسترجع ال 500 ميجاوات اللي طلبهم جبران بشير. خليكم معنا. شو هالما؟ بدك تلمهم. أنا هول وقعتهم؟ إيه بدك تلمهم، بدك تلمهم برموشك كمان. ليه برموشة؟ يلا بدي أقعد ربي أنا آخر الزمن، يلا نزار رمهم برموشة. ما رح لمهم برموشة. لمهم هلا وليه؟ لمنوا لك حيوان. لك راسين كاري. ما كتبت راسين كاري. بلس 3X. قديه بيطلعوا؟ XXL. ولكيف راسين كاري بلس 3X؟ تفوت فيك القميص، تفوت فيك. شو خص القميص؟ انت طشمي انت، ما حد تتعلم. طب بس لحظة. بك يا بس. خلص. جيل رئيس الجمهورية على الجالية اللبنانية بأفريقيا. نفس الوقت كان الرئيس بري والرئيس مئاتي بالفاتيكان عم يضغطوا على البابا تا يضغط على الماما تا يضغط على العماد عون حتى يمشي بقانون غير الأرثوذكسي. بالمبدأ الشعب اللبناني كان أمام فرصة تاريخية للانقلاب على السلطة، كون الرئاسات كلها كانت بالخارج. اجت حادثة الاعتداء على المشايخ لتحط لبنان أمام خطر الحرب الأهلية، وهالمرة الحرب الأهلية عن جد رح تكون أهلية بمحلية. بالتالي توقيت هول السفرات كان شوي غريب بالنسبة لنا، يعني رئيس الجمهورية الماروني ما بيروح على الفاتيكان، بيروح على أفريقيا، ورئيس مجلس النواب الشيعي ورئيس مجلس الوزراء السني بيروحوا على الفاتيكان ليهنوا البابا وليبحثوا قانون الانتخابات اللبناني. غريب شوي إنه ما عم نقدر نتفق مع عون، وعون هو الأكثر تمثيلاً مسيحياً بلبنان. شو بنعمل؟ نروح عند الأكثر تمثيلاً بالكوكب كله البابا. المشكلة إذا ما اتفقنا مع البابا ما في غير الله بحلها يعني. بعد هيك ما بدي أقرأ الخبر، أنا ما بدي أنا سلام ضلك تعيط علي. وين الفرد؟ وين الفرد؟ الوضع بطل مصحة، والطلاب بلشوا بحملة تكريس الطائفية، وهيدا نموذج لكيف ممكن يصير هذا البلد المقرف يلي ما حدا عمله مقرف إلا نحن. سلام، أنا هون بالجامعة اللبنانية جاي لحتى واكب أقوى حملة بتاريخ لبنان، حملة تكريس الطائفة. خلينا نشوفها كلنا سوا مع بعض. الجامعة اللبنانية بعد تكريس الطائفة كيف بدها تكون؟ نحن طلاب جامعة لبنانية كلنا من كل الكليات، كل ما شايفين عاملين حملة، قررنا نكرس الطائفية بالجامعة، لأنه شفنا بطل في ولا حزب طائفي ولا 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 حدا عم يحكي بطائفية. ناخذ الطائفية للماكسيموم بالجامعة. يمكن مطالبنا بتفرجي هالشيء إنه حتى الحمامات قسمناهم. شو بقى؟ ليه بأرضه؟ مالوني. مثل الروبيني اللي بنشرب منه مي، كمان انه اكيد اذا حدا من غير طايفتي شربان منه مي فانا مستحيل اشرب. ما حدا يقرب، ما حدا يقرب. شو رايك بحمله التكريس الطائفيه عندكم بالجامعه؟ حمله فاشله. رح تلاقوا انه في شيء اسمه مسيحي، شيء اسمه اسلامي. اوكي بس انت ما فيك تجي توسعي الثغره تكبر الحرب الاهليه بالبلد. اي انا سلام، انا بقلب الجامعه اللبنانيه. هلا مثل ما انك شايف تكريس الطائفه، لك لوين وصل البلد. او قوم قوم. عفوا احنا اللي بنعرف. هذا الوضع هيك، كل العالم طائفيه. نحن انا ما بقى أقبل دكتور مش أرثوذكسي يعلمني. أرثوذكسي بس أرثوذكسي. سلام، مثل ما شافت هيك رح بيصير بالبلد إذا كرسنا الطائفة اللي عم يحكوا عنا. سلام، هيدي رح بتكون مجرد بداية نهاية للعالم العربي كله أجمع. شي هيمرق بجوها الله عليكم. فشلت خطة وزارة السياحة لاستقطاب السواح، وقد ما كانت فاشلة اجا الجراد ولبى الدعوة وما اجا ولا سايح. الجراد اجا بعدد هيلة، والوزير مروان شربل تفاوض مع الجراد وتمنى عليهم انه يتصرفوا مثل الفراشات حفاظا على الزرع الاهلي. فردا على الوزير شربل دعا الجراد مناصرينه جبهة الأبوط انه ما يتعرضوا لاي مواطن استعمل النكتة البيخة على فيسبوك وتويتر اللي بتقول انه النواب ما تركوا للجراد شيء لانه اكل الاخضر واليابس.
عثمان شو بايخة جد. بأن الجراد أتى إلى لبنان وأكل الأخضر واليابس لأن السياسيين سبقوا الجراد وأكلوا الأخضر واليابس ويعرف أنه يأكل الأخضر واليابس. نواب الحكومة ما تركوا لا أخضر ولا يابس. ريك صغير بعد الإعلان أبو طلال وسكس مع الجراد كيف؟ من هو حلو أيام أنك أنت تجرب هيك قصص مختلفة. أنت يعني أنت جربت قبل؟ أنا مجرب مع الجراد بس كان شوي لأنه ما قدر. لا أنا ما بحكي عن هذا الشيء يعني بالشوم. عم بحكي إنه أكلت قبل جراد. لا فهمت عليك غير لا. أبو طلال عرفت شو؟ شو؟ الجراد اجى على لبنان بس شو بده ياكل؟ ما السياسيين أكلوا الأخضر واليابس. لا من أبو طلال أبو طلال شو بده ياكل الجراد؟ ما السياسيين أكلوا الأخضر. أكل الأخضر. لا مش هون مش هون مش هون. مش هون. أكل الأخضر واليابس. اسمعون هذا أخس فقط المجزين. ليش عم نبكي أبو طلال؟ ما حد في سخيف أكثر من والله. أكل الأخضر واليابس. عجد عجد فؤاد يعني هالزلمة هذا أخس فقط المنام بجيبه من الزلمة. شو مهضومة هالنكدة أنا ما أسمعتها. كثير قوية بتغشي. خلينا ناخذ نفس بس نشرب نقطة ماي. أبو طلال كيفك؟ تمام. عن شو بدنا نحكي اليوم؟ فؤاد الصراحة اكتشفت شغلة. شو؟ الشعب اللبناني غبي. فيك تقول هيك الشعب اللبناني غبي كله. ما فيك تقول هيك عن الشعب اللبناني. 6 مليون نسبة أغبياء. ولا أبو طلال عيب عليك. ما فيك وقف. ما فيك تقول هيك عن الشعب. بقول لك فؤاد أنا عن شي عن أبحاث عم بحكيك أنا. ليه شو؟ الشعب اللبناني كله مش عارف يا اليوم إنه الجراد بيتاكل. شو؟ الجراد الجراد اللي بفوت على هكبة بملايين. شو بيتاكل؟ حش تحكي أبو طلال. بيتاكل الأبهال. وما بيتاكل يا أبو طلال. الجراد بيتاكل ألوفيدي بالسكس. شو عم تحكي؟ والله انت بتاكله ليش؟ انا باكله كل يوم. شو هو؟ بتاكل جراد يعني؟ باكل جراد كل يوم عظيم. انا بفتح باب البرندة بلاقيه على حفة هوب هوب بس دغري. بس كيف تاكله؟ باكله الجراد. الجراد باكله. يا ابو طلال يا يا عمي مجنون انت ولا مجنون؟ طب ليه كيف بيتاكل يعني؟ شو لك يا فؤاد عملنا ابحاث على اثيوبيا. ايه شو طلع؟ الجراد فصفصناه ايه؟ وعملنا على تسريح ستة. ايه شو طلع؟ تسريح ستة. لك ايش شو طلع بعد؟ طلع انه هقول لك انا لما تصرح الجراد انت من فقص ضرب نيت فيه بتشق له بطنه عرفت ورا بطنه في حبه سوداء صغيره. ايه؟ هيدي بتاخذها على اللابوراسيون. ايه؟ لما تروح على اللابوراسيون في شيء اسمه فوتاسيوم. ايه؟ والفورساسيوم. ايه؟ فراسيوم. ايه؟ بيطلع عندك بالاخر جرزانيوم. ايه؟ يعني هيدي جمع جردان. ايه؟ جرزان جرز. ايه؟ يعني ايه؟ عرفته. فبيطلع عندك توب ومي زرقاء وغاز وحل صغيرة ورقبة قهوة وضفدع عم بتنطنط. شو خاص ما بعرف بس هي بتكون باللابراتوار عشان بيعملوا عليها ابحاث يا الضفدعة. مش ارجع لهون. طيب خلينا نحضر الريبورتاج. خلينا تفضل. يعطيكم العافية. اليوم اختي لما بدك تحكي عن اكل الجراد يعني باب اول بالسوق ما فيه كله متلج من برا. هذا انا يوم عامل مزرعة يا الجراد على قديان بتلاقيش طازة. حبة الجراد هاك بتلاقيها اصبع ييني. اليوم الجراد له طريقة يعني يين عماله في فوائد كتيرة. بدك تعرف كيف تكمشي ييني من خرشيمه يمين وشمال ولا بطة بأرضه. فهمت علي شو؟ بعدين اجلك بالشق بطمه نيك في تخطى بعيدين عنك ييني بينزل بينضف الجراد. بتجيب مقلة زيات بتلدعيهم فيه شو 6-7 جرادات اخطر من هاك بالسراش. عشان بيحترقوا بتقلبيه النيت في بزيت نظيف بس تتخلصي من المشيته بتطلعيون معلقتين ملح رشتان 3-7 بهارات عشان الطعم تتعمش الزنخة. عرفت علي شو؟ والتوم انت بتكوني دقة التوم من قبل بوقت توم وحامض وكزبرة خضراء
بتشوف ايهم فوق نيت في التاني فليفلي وبصل خضرة عن كم تطعم ياني وبتقلبيهم على نار هيجي 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 عرفت علي شا؟ وبعدين بشيليهم بتحطيهم مع الجراب خلطة ها كلهم مع بعضهم ورشة سماء على الوش وزيت زيتون وقولي حقيقة أنا هاني بإسرائيل دايما بأكل جراد ومربى منهم أربعة بالبيت عنا جراده تعا حبيبي هذا بيجي هون وجراد كتير قريف ودايما أنا بأكل منه عشان بفيدني بالسقات وحقيقة نحن عنا شعار قال جراد وقتال الإسلام جربنا نعرف بالطريقة العلمانية يا الجراد لما أنت تشوفه قاعد على الصحراء كيف ممكن تتعامل معه عشان ما تضرلوش بصحته قمنا رحنا وصول بهذه الأثناء طيارة الرئيس الأفغاني هو دايما بحب ينزل بين الجراد يعني فأنت طعمته شوية غريبة أو أقول لك أنا حقيقة فؤاد مصراني هون بس أقول لك فوف يو شوي زيدين هني الكزبرة والطوم الحمر على وشهم أطيب بيطلع أنا بطلع أصلا عشان يكسر الزنخة أي لأنه فيه شوية زنخة مرورة عم الطوم كزبرة بده بعد شوي يكفي تبقى مر لي شوية جراد أنا بارح والله كان عندي 17 حبة جراد صفقتهم شو رجعت عملت؟ طيارة على التخت اوف شو رجعت عملت؟ نمت اتصفقت وروحت على التخت نمت شو بدي اروح اعمل يعني؟ احلى دقني بالتخت نمت لا افتكرت انه طيبين كانوا؟ ناحس شوي كانه في تيك عندك او شيء لا عادي عادي عم انا نتوقف مع نشرة الطقس يلي بتوقف شعل الراس ومع زميلتنا يلي دايما واقفة ولا مرة قاعدة هاي بوستي هاي سلام اشتقت لك ليكي كيف رح يكون طقس الجمعة؟ أوكي. في رياح شمالية غربية رح تضرب سلام ورح يتحول جونا من مشمس لحظة بوسي وقفة يا الله شو بده هيدا هلا مش معقول بالمرة ما عم تعرف تقدم نشطات ما بتقنعنا من اكسكيوز مي اكسكيوز مي شو بتعرف تقدم نشرة أحلى مني أكيد حياتي أوكي يو نو وات شو شو مي تراي مي بوسي يلا عم فؤاد يلا حبيبي فرجيها لطنط بوسي فرجيها كيف أنت بتقدم هاي سلو كيفك؟ سواء يلا حيوان واو مان ليك شو طيب هذا تشيز برجر شو كبير عبالي اكله انت بتحب تاكل كل شيء كبير كتير حلوة بتقف فوسي مان طيب يلا شو بدك نبلشها نفرجينا اوكي وي سلو وي اما هلا بنبقى مع نشرة الطقس والزميلة فوفي مولعة هاي فوفي هاي سلام ولك يقبرني جمالك شو حلوة شو دنيعك انت ليك كيف رح يكون طقسنا الجمعة؟ هيدي الجمعة سلام رح يكون في ريح شمالية غربية رح تضرب لا لحظة 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 ليك ما حسك انه مثل بوسي بوسي عليلي بتكون سكسي عملنا شيء سكسي انا سكسي ما انت اوكي سكسي سكسي فلكسي اشلاح شيء او عمول شيء اوكي اوكي سلام جاهزين؟ سلام ريح شمالية غربية تضرب البحر الابيض المتوسط بيصير يتحول طقسنا شوي شوي من غيم جزئيا لكتير شوب بعدين سلام شوي شوي رح نصير نشوب اكثر ونشوب اكثر ونشوب اكثر نشوب اكثر لحد ما نصير كثير مشوبين شو كيف الوضع؟ لا ما يعني مش هالقد ما ليه مش هالقد مش ماشي حالك خي ما شو بدك شو بشلح بنطلون يعني لا لا خي لا بدي اعمل انا بدي اكون سكسي لا 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 شو لك فاضي لا اله الا الله ما لا بنبقى مع لقطه الاسبوع لقطة الأسبوع مثل ما شايفين أنا وفؤاد لقطين الأسبوع لفقرة لقطة الأسبوع أوكي هيدي كانت حلقتنا للأسبوع ما بعرف ليه سافروا الرؤساء الثلاثة من قبل وقت كان كل يوم في مظاهرات مطلبية بالبلد وكل يوم في أحداث أمنية والبلد على شفير حرب ظروف ممتازة يعني لتعزيز العلاقات اللبنانية المدغشقرية منيح حدا من الرؤساء بيطلع ترابلس يعني طالما بعد فيك تفوت بلا فيزا تصبحوا على خير ما بدك تقول قصص انه
فيسبوك وتويتر ايه ما تنسوا تزيدونا على فيسبوك وتويتر ايه. فيسبوك وتويتر لانه بلشت على فكره انفتحت النقاشات هلا وصار في نقاشات حامي كثير عن الكوميديا والاسلام السياسي وعن حلو بدنا نذبحه لفؤاد ان شاء الله على العيد الكبير ان شاء الله. ليك اذا صار في حرب لا ايه. سمح الله يعني انت بتقعد معي بنفس الملجا لا نعرفت نصير نلعب ورا وعرفت بعدين بسيس تعمل بعدين ليك انا وياك يعني. رفقه والرفقه بيكونوا مع بعضهم بوقت الضيق مش انه مثلا انت هلا انه وقت بصير في حرب بدي يكون وراي. الحد الادنى للاجور 675 نعم. مع غلاء المعيشه بصير 845 نعم. مع كولون السلسله بصير 900 يعني السلسله نعم. عم تعطي 55000 لاول رقم نعم. بترجع تاخذ رقم ثاني غنى المعيشه وين بياخذوا السلسله يعني بيخدو. واضحه واضحه ومفصله في سؤالين بدي اجاوب عليهم ما حدا نيه. انا بقصد اقول انه في جداول اقرها مجلس الوزراء نعم. بالقلم والورقه وهيدي اجت يا دكتور بناء على شو انعطوا القضاة وشو انعطوا الجامعيين صح. يعني ما في دوله عادله بالعالم بتعطي فئه وبتحرم فئه انه انا كان الفارق بيني وبين الجامعه 6 درجات استاذ ثانوي انا هلا الفرق 52 درجة، حدا يشرح لي ليش؟ ما في اب صالح بالعالم بيعمل هيك، خليني ارجع للسؤال الاساسي. نحن ما طلعنا بالتحرك، وانا عبر شاشتك الكريمة بدي اكد، نحن بكره موجودين بالاعتصام، وفي كل من نقابة المعلمين، ونحن بكره عندنا مجلس تنفيذي بعد الظهر، نحن الخميس رايحين إذا بيوافق معي المجلس التنفيذي باتجاه الإضراب يوم الخميس، ورايحين حشود كتير كبيرة على المرفق. لنقول للشعب اللبناني هون الفساد هون الهدر هون السرقات تعوا شاركونا حلو هي الخميس الخميس القادم في شغله كتير كبيره حتصير بالبلد هاي يوم الزحف العظيم في شغله كتير كبيره نحن بدي انا بس المشاهدين يفهموا انه نحن قطاع خاص نحن منا قطاع عام بمعنى تاني المعلمين بالقطاع الخاص وقت اضربوا 15 يوم انا رايي كان في العديد والالاف من المعلمين الخاصه كانوا ابطال كانوا ابطال تلقوا العديد من التهديدات والعديد من الترهيب بلقمه اكلهم بمعاشاتهم ومع هيدا وكله أضربوا ولبوا نداء النقابي